بلا شك عرفتوا هاد المنطقة هذه اللي هي القصر الصغير، ميناء طنجة المتوسط المتواجد بالقصر الصغير، أكبر ميناء في إفريقيا، مركب تجاري عالمي. ما كتشاهدوا معايا هاد المنطقة هذه ديال الحاويات، كذلك هاد المنطقة هذه ديال الحاويات حتى هي منطقة ديال المسافرين، محطة الإركاب هي هذه، محطة ديال المحروقات كاين هنايا، والجهة الأخرى هذه حتى هي ديال الحاويات. يعني ميناء تقريبا راه شي 12 كيلومتر المسافة ديالو. البحر كما كتشاهدوا معايا اليوم هادئ، والجهة الأخرى المقابلة هذيك راها إسبانيا، هذيك طريفة راها عليها. نحاول نقرب لكم باش تشاهدوا معايا، هذه طريفة دوما جبال إسبانيا، المسافة ما بعيداش صراحة. الجو اليوم صافي، كل شيء كيبان. جبل طارق حتى هو راه ليه، هو هذاك اليوم كيبان، ما كاينش الضبابة وما كاينش الشرقي، هذا جبل طارق. او كما قلت لكم الميناء كيتوفر على العديد من فرص الشغل، الا عندك شي بيرمي كبير ديال الرموك، شي بيرمي ديال الرافعات الشوكيه، اي ديبلوم فيما يخص بحال السدور، بحال يعني بزاف ديال الفرص الميناء كيوفرها. نتمنى اي واحد كيشاهد هذا الفيديو يخلي لنا واحد التعليق زوين وشي لايك طبيعة الحال. هاد المنطقة هادي كتعرف حركة يعني غير متوقفة بالنسبة للسفن، يعني هاد المنطقة معروفة السفن الحاملة للحاويات، وكذلك كاين السفن اللي كتصدر السيارات اللي كتجي من معمل الرونو، من هنايا كتصدر للخارج. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ممكن طولت عليكم، ونتمنى تخليو لنا واحد لايك، واللي اول مره كيشاهد القناه نتمنى يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد.